اهلا وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض 5 انواع من انواع الشاي او شراب يكون ساخن. عندنا 5 انواع من الشاي، في منهم فيها اكشلي شاي وفي منهم ما فيهمش شاي، عباره عن بس توابل او زي ما احنا شايفين ورد، بشر، برتقان وليمون وكده. ففي حاجات فيها شاي وفي حاجات ما فيهاش شاي، بس احنا بنسميه كله شاي بنكهات مختلفة. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل الشاي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل مع بعض انواع الشاي المنكهة. عندنا اول واحد شاي البشر، البرتقال والليمون. عندنا 1 كوب بشر برتقال، 1 كوب بشر ليمون، 1 كوب كاموميل، و1 كوب من زهر الجوري. الليمون، بشر ليمون وبشر برتقال بندخلهم فرن خفيف خالص او مايكروويف دقيقه ونقلب، ودقيقه ونقلب وهكذا لحد ما يبقوا جافين خالص، علشان الشاي ممكن يقعد فترة طويلة أو المشروب ده ممكن يقعد فترة طويلة. عندنا تاني نوع شاي هيكون شاي حبهان. عندنا 1 كوب شاي أسود، 5 قرنفل، 3 معلقة أو معلقة واحدة قرفة متوسطة، و10 حبهان حب، ونص كوب قشر جنزبيل مجفف. قشر الجنزبيل برضو بنعمله بنفس الطريقة، بنبشره وبعدين بندخله الميكرويف علشان يجف. تالت نوع من أنواع الشاي هيكون شاي الليمون والنعناع. عندنا 1/2 كوب نعناع مجفف، 1/2 كوب كاموميل، 1 كوب قشر ليمون مجفف، 1 كوب جنزبيل طازة مجفف برضو مبشور ومجفف. رابع شاي هيكون شاي الكركديه. هيكون عندنا 1/2 كوب شاي أخضر، 1 كوب كركديه، 1 كوب كرامبري مجفف. وآخر نوع من أنواع الشاي النهاردة هيكون شاي بالتوابل المختلفة. عندنا 1/2 كوب كركم، 1 كوب من برضو قشر الجنزبيل المجفف. عندنا 1 معلقة قرفة، 1/2 كوب ينسون، 1/4 كوب شمر، و1/4 كوب كزبرة جافة. هنبتدي نطحن الحاجات اللي محتاجة طحن. هنطحن الزهور الجوري الأول، وبعد كده هنحط معاها بقية المقادير اللي هي زهور الكاموميل الجافة وبشر البرتقال وبشر الليمون. هنحط الباقي، الكاموميل، البرتقال، الليمون، بالعكس كان الليمون الأول والبرتقال، وهنخلطهم كلهم مع بعض. الشاي ده هيكون حلو قوي وقت السحور، مهدئ وهيخلينا ننام كويس. وبكده عملنا اول واحد. هنعمل تاني واحد، وتاني واحد مش محتاجين ان احنا نحط اي حاجة لوحدها الاول، هنحط كله مع بعض لان الحبهان هيتضرب كويس مع الشاي. حطينا الشاي الأسود، حبهان، عندنا قرفة، قرنفل، والجنزبيل.
ده كمان هيكون كويس قوي بعد الفطار، لأن ده فيه حاجات كتير بتساعد على الهضم. فهيكون عندنا الشاي ده لبعد الفطار. الشاي اللي بعده برضو شاي مهضم، عندنا بشر ليمون وبشر جنزبيل، وعندنا نعناع وكاموميل. ده برضو حلو قوي بعد الفطار، وبرضو ممكن ناخده في السحور، هيهدينا ويساعدنا على الهضم. وبكده نكون عملنا أول 3 أنواع شاي. نطلع فاصل وبعد كده نعمل آخر نوعين مع بعض. دلوقتي هنعمل الشاي بالكركديه. هنحط الكركديه وهنحط معاه الكرامبري والشاي الأخضر، وهنضربهم كلهم مع بعض. اوكي، ويفضل عندنا اخر شاي، الشاي اللي بالتوابل. عندنا الكركم، الكركم من حاجات بتساعد على او ضد الاكسده يعني، ولقوا انه له فوائد كتير قوي. حطينا بقيه المقادير، ودلوقتي هنضربهم كلهم مع بعض. كده خلصنا كل أنواع الشاي، وممكن نقدمها بطرق مختلفة. ممكن نحطها في برطمانات زي ما هعمل دلوقتي، وممكن برضو نحطها في أكياس شاش ونربطها بدبارة كده صغيرة، بحيث ان هم يحطوها في الفنجان على طول وفوقها المية السخنة، او زي كده، وهتتعمل زي ما بنعمل الشاي الكشري العادي. دلوقتي نعبي انواع المشروبات المختلفة، كل حاجة منهم بتساعد على سواء الهضم أو إن هما يخلونا نهدى ونعرف ننام كويس. أوكي، أدي أول نوع. وهنرجع نقول تاني كل الأنواع مع بعض. ده النوع التاني.
وبكده احنا عملنا عندنا شاي البش البرتقال والليمون المجفف، عندنا شاي الحبهان، شاي ليمون والنعناع، شاي الكركديه والكرامبري، وشاي التوابل المختلفة. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، ويا رب يعودوا عليكم بالخير واليمن والبركات، وأشوفكم في الحلقات الجاية على خيرة الله إن شاء الله.